أهلا بكم في درس جديد من دورة تصميم وتطوير لعبة الهوكي. بعد أن قمنا في الدرس الماضي بإضافة التفاعلات المختلفة بين اللاعبين والقرص، فالآن إذا كان هناك تصادمات سوف يؤدي ذلك لتغيير مسار هذا القرص وفقا لهذه التعليمات، تمام؟ وفعليا مكان التصادم سوف يؤدي ذلك إلى تعيين جهة الارتداد، إما أن تكون نحو اليمين أو نحو اليسار، تمام؟ ولكن سوف نقوم الآن في هذا الدرس بتدعيم هذه الخصائص. فمثلا كما نرى، حتى ولم نقم بصد هذا القرص بواسطة اللاعبين، سوف يتم الارتداد وذلك نسبة إلى هذه الحواف، وهذا مخالف لقواعد اللعبة. لذلك سوف نقوم بتعطيل هذا الشرط، والذي يعبر عنه بارتداد هذا القرص نسبة إلى المحاور الشاقولية بهذا الشكل. سوف أقوم بتعطيل هذا الشرط. لنرى، الآن يتم ارتداد هذا القرص فقط إذا قمت بصده بواسطة اللاعبين. دعوني أعود المحاولة، تمام. وإذا لم أقم بصده سوف يقوم بالدخول وسوف يضيع في هذه الحافة. لذلك هنا أيضا علينا القيام بتحسس هذه الحالات. فمثلا في حالة تجاوز سوف نقوم بإعادة ضبط هذه العدادات، ونقوم مثلا بالتعديل على السكورز. ولكن قبل هذا دعوني هنا أقوم بإضافة تعليمات من شأنها أن تساعدني في تحديد بدء اللعبة. فلا نبدأ بشكل مباشر، وإنما نبدأ عندما نقوم بالضغط على زر معين في الكيبورد. فمثلا في حال قمنا بالضغط على زر انتر مثلا هكذا، تمام، وهنا سوف اقوم مثلا بانشاء فلاج القيمة الخاصة به تساوي true. نقوم بانشائه هنا، والقيمة الافتراضية له مساوية لـ false، تمام. بعدها نقوم هنا بالتعديل، فنقول هذه العمليات الخاصة بالأكشن بيفورم لا تقوم بتنفيذها إلا في حال كان هذا الفلاج مساوي لتو بهذا الشكل، تمام. وبعدها نقوم هنا مثلا بطباعة عبارة معينة وذلك للبدء. فالآن إذا قمنا مثلا بتشغيلها سوف نرى كيف أن اللعبة متوقفة وفقط تبدأ عندما أقوم بالضغط على زر إنتر بهذا الشكل، تمام. لذا سوف نقوم هنا مثلا بطباعة عبارة معينة وذلك في حال كان هذا الفلاج معطل، فسوف نقول مثلا قم هنا بطباعة draw string مثلا please enter أو press enter to play بهذا الشكل. وسوف نقوم بوضعها في المنتصف، فنقول air hockey with تقسيم 2، وأيضا هنا air hockey I تقسيم 2. لنرى، فنراها بهذا الشكل. فعليا هي صغيرة جدا، لذلك سوف نقوم هنا بالتعديل. فنقول مثلا قم بإنشاء فونت كابيتال F أعتقد، وهنا تساوي new font نسبة لهذه التعليمات مثلا arial، وهنا font bold بالنسبة لي الستايل، وبالنسبة لي السايز مثلا 25. ونقوم هنا بإضافتها، فنقول set font بهذا الشكل. لنراها بهذا المكان. دعنا نقوم بالإزاحة، فمثلا سوف نقول هنا ناقص 150 ونقوم بإنزالها قليلا فنقول زائد 100. لنرى بهذا الشكل، جيد لا بأس بها. فإذا قمنا بالضغط على انتر سوف تختفي هذه الرسالة وسوف نبدأ باللعب بهذا الشكل، ممتاز. الآن إذا مثلا تم اختفاء هذه الكرة وتجاوز هذه الحواف الخاصة بالطاولة، يجب علينا القيام بإعادة ضبط هذه الأعدادات. فمثلا سوف أقوم بإعادة اللاعبين إلى مكانهما الافتراضي وأيضا الكرة إلى مكانها الأساسي، وذلك نسبة إلى هذه التعليمات الموجودة في السيتي، تمام. لذلك دعوني أقوم بكتابة تابع مثلا initialization، وهنا نقوم بضم هذه التعليمات بهذا الشكل، نقوم بقصها ونقوم بالإضافة هنا، وبعدها نقوم هنا بالاستدعاء فلا يؤثر ذلك على التنفيذ. لنرى، تمام كما هي. ولكن إذا قمنا هنا بتجاوز هذه الحواف دعني أقوم بإعادة تفعيلها، ففعليا لا أقوم هنا بتغيير الإشارة وإنما سوف أقوم باستدعاء هذا التابع initialization. لنرى بهذا الشكل، تمام. فالآن إذا أردنا القيام مثلا باللعب والصد فلا يوجد أي مشكلة،
ويستمر ذلك طالما القرص موجود هنا في مجال اللعب ضمن هذه الطاولة. ولكن إذا قمنا هنا بالتجاوز سوف يعاد اللاعبان إلى مكانهما، وأيضا القرص سوف يعود إلى مكانه الأساسي. لذا سوف نقوم بالاستفادة من هذه التعليمات التي قمنا بكتابتها، ونقوم بإضافة مثلا سكور أو عدد لكل من هذان اللاعبان. بعد تجاوز هذا القرص الحافة في الأعلى نقوم بإضافة سكور إلى اللاعب في الأسفل، وكذلك في حال تجاوز القرص للحافة في الأسفل سوف نقوم بإضافة سكور إلى اللاعب في الأعلى. فسوف نرى كيف يتم ذلك، وذلك في الدرس القادم. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.